روحي اللي في حضنك وما فيش غيرك حاسس بيا احلى كلام في الدنيا كلامك اجمل حاجه فعمري غرامك نفسي اعيش وياك يا حبيبي وابقى معاك حتى في احلامك تعرف ايه بيجرالي في بعدك روحي تسيبني وتروح عندك من كتر ما حبيت ايامك مش عايزة كلمة بعدك تعرف ايه تعرف يا نرى أبو وديع أبو وديع حبيبي كده يلا كده كده حبيبي كده وهواه كده ده اللي رضاها عن كل الرضا حبيبي حبيبي كده وهواه كده ده اللي رضاها عن كل الرضا حبيبي في عيونه ليه يا ليلي يا ليه يا ليلي يا ليه بيحيرني بكلام جميل 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 يا ليل بيصيرني في عيونه ليل يا ليلي يا ليل يا ليلي يا ليه بيسهرني بكلام جميل 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 يا ليل بيحيرني وإن جاني يوم وقلبي بحبك مش هفرح أكتر من كده نحيي كل الفنانين اللي غنيتي لهم عن اتصال مباشرة من المملكة العربية السعودية من ماجيك. يا ماجيك مساء الخير. مساء الخير ماجيك. مرحبا مساء الخير كيفك ان شاء الله؟ هلا رمضان كريم. علينا وعليك مساء الخير النوسة. لك مساء النور. ماجيك بيحكيني على طول. عارفيني عن ماجيك، مين ماجيك؟ فان من الفانز بيحكينا على طول صوته كتير حلو يا ريت بيسمعنا شيء هلا اذا حكينا معه هيك بيغني لنا شيء بيلحن يلا حقيقه انا حبيت احكي اول شيء مساء الخير عليكم جميعا مساء الخير نشان تفضل ماجد اهلا وسهلا نشان الحقيقه اول شيء قبل ما نبلش لو الامر بايدي كنت اعطيتك جائزه افضل مذيع عربي عن جد شكرا ماجيك شكرا يعني كلك زو جدا راقيه ميرسي كثير لك مساء الخير ننسى مساء النور حبيبي خليني اول شيء اعرف بحالي لاني ما بيعرفني موافقه؟ موافقه اوكي انا معجبين ننسي عشرة اوكي؟ عندي بالسلولار تبعي 225 صوره اوكي؟ عندي 8 فيديو كليبات، عندي جميع اغاني نانسي عجرم حافظهم، 45 اغنيه بالبومات واربع سندوز. ماجيك لو سمحت وطي صوت التلفزيون شوي، جهاز التلفزيون لو سمحت. ما عندي تي في، ما حد تي في ابدا. اوكي ف انا عندي هالاشياء كلها ما مش شايفهم ابدا، وانا ما شفت نانسي ابدا، لا على التي في ولا غيره. بدي اقول لك. حضرتك ليه؟ كفيف. ضرير، كفيف. ايوه اوكي
ولو ما هيدا الشيء اللي حبيت بينه، لو ما انا لاقي شيء حلو، صوت حلو، ما كنت ابدا طلعت او تمت على نانسي. انت منك شايفه لنانسي بطبيعه الحال، تعلقت فيها لا. من خلال صوتها فقط. من صوتها. كيف توصفها لنانسي؟ كيف؟ كيف 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 توصفها؟ كيف تتخيلها لنانسي؟ انه حلوه، مهضومه، تعقد خفيف الدم، كانت عم تضحك بكل خف الدم من اول برنامج لاخر. احيانا مش عم شوفها بس كنت عم بسمع، والاشياء اللي تتعلق بالنظره كانوا بيوصفوا لي اياها اللي حولي، اهلي يعني. اوكي؟ فبحب اوجه لها تحيه كثير كبيره، واذا اسمحوا لي قبل ما كنت حكي بغني لها شي غنيه صغيره. تفضل تفضل ماجد. اكيد. يلا. اللي كان. اللي كان. نسمع سوا. يلا. كان من قبلك انت، وانت مش جنبي ما كنتش عايشة فيها، واللي حيكون بعدك انت لو ما كنتش جنبي يا ريت نموت قبلي. انت عارف حبك انت عمل لي، شفت دنيا أحلى من اللي حلمت بيه، ما بقتش عارفة أنا اتولدت من النهاردة ولا أنا لو عشت قبلك عشت ليه. ماجد نحن بنحييك كتير، شكرا لإلك ولا اتصالك. ماجد ايوه المهم كيف نانسي شو بدك؟ لا قول مريني. كنت عم بحكي انا اساسا يعني اساس الشيء الفكر اللي بدي اوصله تجربتي. نعم. في كثير ناس بيقولوا نانسي مغروره ونانسي هيك شيء، انا حكيت عن نانسي كذا مره، حكينا انا وياها مع بعضنا، نانسي بتعرف هالشيء. وقبل ما حكيتها كان عم بحكي مع اي واحد من رفقاتي يعني عادي جدا جدا تلقائيه وعاديه. قد عمرك ماجيك؟ حكينا غنينا سوا مضبوط هيك نانسي؟ مضبوط. ماجيك قد ايه عمرك؟ أنا 21 سنة. لا. شو بتعمل بالحياة ماجيك؟ نانسي، نانسي عفوا. شو بتعمل بالحياة؟ شو بتعمل؟ بدرس حاليا. تدرس؟ بدرس. وين؟ بالجامعة؟ بالمدرسة؟ وين؟ بالمدرسة. أوكي. ادعوا لي بس بالتوفيق. نانسي. إيه؟ نانسي نانسي. قلتني كده. كده. مين؟ تقصد نانسي. شكرا لك ماجيك، شكرا لهالاتصال، سعداء جدا بهذا الاتصال. انا كمان انبسطت بالتليفون كثير، وانا على كل حال يعني بنحكي بعضنا يعني كل يوم تقريبا. بحب كثير صوته، بس قال له قالوا بقول له غني لي. انا شكرا لماجيك مباشرة من المملكة العربية السعودية. رح نكون ننسي مع فقرة لن ننسى، صورة أيضا اليوم من حرب يوليو اللبنانية بعدسة الزميل المصور وائل لاذقي مع هذه الصورة كي لا ننسى. عندك امنيات؟ خفت لجوا وطلعت دغري بالبريك. عندك امنيات كثير؟ عندي امنيات. طيب شوفي لي هال معرض الورود والزهور اللي عندك اياها. بسم الله. تفضلي. عندك الاسامي؟ ايه عندي الاسامي كلهم. تنعرف مني؟ كتبتهم. لانه ما شاء الله كثار. جنينه. كيف تعملي؟ لقلي كيهون بسرعة كرميل هيك نحييهم كلهم. فارس فتوحي، مرسال طلايس، عبير ولارا الزهيري،
كندا وسعاد العمري، شركة التكامل، فادي قطايا، فادي قطايا يلي هو مسؤول يلي عمل الميك اب اليوم، آشي من راديو سترايك، ميرسي آشي من راديو سترايك، كريم وأكرم من مصر، كريم وأكرم حبايبي بمصر، بابا نبيل وماما ريموندا بتعرف عن جد؟ ايه اهلك امك وبيك نبيل وريموندا، ميوزيك بلس، ميوزيك بلس، جمال واشرف مروان من ميلودي تي في، شركة دمس ومجلس الذهب العالمي، ثانك يو، هاني ربيع الغرفي تصور او الغرفي هيك مكتوب عندي، سامر الياس، سامر الياس يلي مثل معك فيديو كليب انت ايه؟ وبيقول انه بحب يمثل معك فيديو كليب اثنين وثلاثة واربعة وخمسة ان شاء الله ليش لا؟ لانه ما بينشبع منك هيك بيقول سامر الياس، في سمات شركة يمكن سمات من تلفزيون الام بي سي سمر من تلفزيون الام بي سي لا 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 في ام بي سي واحدة ام بي سي لحالها وفي سمات اوكي بس يمكن عم تقولي من الام بي سي سمر عكروك من تلفزيون الام بي سي اللي هي المسؤولة والمديرة الانتاج جوزي ونهاد او خوسي جوزي ميرسي ميرسي كثير رولا اكتب رولا بس جاكي وهراي جاكي وهراي بتحس من بنك عودي ولا لا؟ من بنك عودي كوكا كولا تيم كل المجموعه جموله جموله ميرسي دان جمال هنادي دان جمال مين؟ بعرفها هنادي دان جمال ايه كفي لي تعرف مين جمولة؟ هلا بعدين بلاك قولي لي مين جمولة إذا حدا لازم نعرفه مين جمولة؟ لا اوكي ما بتعرفوا هنادي اي هنادي اللي كنا عم نحكي عنه رانيا شهاب رئيسة تحرير مجلة كل النجوم الزميلة رانيا شهاب بحبها كثير وعندك بوكي كثير حلوة من جيجي لامارا جيجي ميرسي ان شاء الله الله يخليك بصحتك على طول لحتى نضلنا ننجح انا وياك بدي منك تختاري ثلاثة كوينز لو سمحتي. واحد اثنين ثلاثة. أول أمنية عامة، تكون أمنية عامة. أمنية عامة؟ يعني أمنية هيك. أمنية عامة. بتمنى إنه طالما نحن بشهر رمضان يعني إذا طلبنا من الله بيستجيب. بدي أقول إنه إن شاء الله ما يضل في ولا طفل جوعان ولا ختيار من دون مأوى إن شاء الله إذا هيك الأمني أتمنى بكل أشهر السنة بيسمع ربنا إن شاء الله أكيد أشهر أمني خاصة لإلك ما إلي علاقة بطن جمال أمني شخصية يعني عملت عملية منخارة رابع مرة إن شاء الله يكون زبط النفس هالمرة إن شاء الله يكون صار في يتنفس رجينة لا مش مبين نفس هلأ عن جديد يا حمد على السلامة مش مغيرك أمنية ثالثة ما بتقولي يا هاي إذا لو هيك مديتي إيدك بهالميات وطلع لك أم أم أم؟ إيه شو أم أم؟ أم أم شو يعني أم أم؟ اللي بيطلع بتحكيك بيطلع في مارد فانوس فانوس يعني أوكي أم. شو إذا طلع لك المارد من الفانوس أو من الأم أم شو بتطلبي منه؟ ما بطلب منه شيء بقول له رجع لمطرحك أنا بس بدي أطلب بطلب من ربي بطلب من الله إنه النعمة اللي أنا فيها أبقى فيها وإنه يبعد عني كل يلي بيتمنوا لي الشر حبيت كثير حبيت كثير حبيت كثير حبيت مساء الخير إلي مساء الخير شو عندك إلي؟ مساء الخير بيقش ميرسي شو كمان عندك؟ باي جوالي ديزاينر اكيد شو لا بقى الورقه يمكن في
كثير حلوه. فراشه تو ذا سويتست باتر فلاي تو ذا سويتست باتر فلاي اولويز شاينز لينا راعي شاينز لينا راعي لاحلى باتر فلاي لاحلى فراشه لينا راعي على طول بتضوي جولري ديزاينر جولري ديزاينر اوكي لينا راعي ثانك يو كثير لينا كثير حلو كثير حلو البوندونتيف البوكي مع البوكي مع الكادو كمان ميرسي كثير ثانك يو كثير حلوين شكرا 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 في كمان باقة ورد وصلت نانسي من الشيخة ريم الرويسان من الرياض من المملكة العربية السعودية شكرا تشكرها كثير ومن قمر طليس كمان المعجبة باقة ورود تفضلي معي لوين؟ هلا بنبرم الديكور بنروح على الوصايا اوكي لما اتصلت فيكي لادعيكي على الحلقة قلت لي انه شو هالوصايا بخوفه ايه انه وصايا يعني واحد هيك بحس حاله قربت يعني الاخر قربت لا لا ان شاء الله لا ابدا هلا في اخر وصيه اللي هي ابوح بسر ولاول مره هيدي عم نعملها بكل شيء بس عندك ثلاث وصايا غير فكرت مفكره انه شو ممكن اخترني لك وصايا تكتبيها فكرة يعني بس ما بعرف يعني لأنه أفكارك كلها جديدة يعني ما بعرف هلا شو ممكن أتفاجأ فيه عندك تابلو كثير حلو حلو؟ كثير هلا بقول لك منين وبدك تبصمي خوف هالبارت شوي هيك هول الخزنات تفضلي لعندي هون الشيخة فجر كمان من الكويت بعثت لك باقة ورد ثانك يو فجر حكينا عنها هيدي لوحة لنانسي عجرم من رولا أيوب رولا أيوب حاصلة على دبلوم بالهندسة الداخلية والفنون الجميلة جامعة فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية رولا نظمت يعني معارض فردية وجماعية في لبنان بدبي بالأردن بفرنسا بأمريكا ولوحتها فهي معروضة بالعديد من المتاحف العربية بس رولا أيوب أهدتك لوحة بعنوان الأمل المشرق تجمع الظلام بالنور بس تترك مساحة كثير كبيرة مثل ما شايفي للأمل رولا بتقول بأنه الحياة حلوة ولازم نقدرها ونشكر الله عليها هيدي اللوحة لك من رولا أيوب كثير حلوة مرسي كثير رولا مزوقة كثير بدي حتى بالبيت عندي رح اعطيك كمان رقمها لرولا كرمال تحكي ايه اكيد الوصايا رابع وصيه هي ابوح بسر لاول مره وهو انني اول وصيه اوصي اكيد جيجي لمارا بي ان ثاني وصيه اوصي بممتلكاتي ومقتنياتي لي اوصي اخي نبيل عجرم بان وابوح بسر لاول مره تفضل أذكر إنه بكرة ضيفنا رح يكون ضيف استثنائي ضيفنا صار له فترة زمنية طويلة مطل على شاشات التلفزة فنان كبير من لبنان اسم كبير نفخر فيه بأغنياته لما يقول موجوع نحس إنه كلنا حسينا بالوجع لما يقول شحاد تلبسنا حالة الدهشة والتعاطف ولما يغني بصوته الجهوري حس انه هيدا لبنان ضيفنا هو الفنان الكبير سمير يزبك
خليني أذكر بوصايا نانسي. أوصي جيجي لمارا بأن أوصي بمقتنياتي وممتلكاتي لي، أوصي أخي نبيل عجرم بأن، وأبوح بسر للمرة الأولى وهو أنني. هذه المشاهد ترونها إلى إيه شو تريد شو أخبار هو هذه المشاهد ترونها شو عم علي. خليني أقولها هيدي الوصايا رح أقريها عليكم إذا الله راد بنهاية الشهر الفضيل يوم الأحد. يوم الأحد ضيفي رح يكون ميشيل حايك. بتعرفي لميشيل حايك؟ أكيد. بتحكي معه؟ لا ولا مرة. إجا حضرني مرة بحفلة. هلا؟ بالأوسكار وقتها كنت أنت. صح؟ توقع لك شيء لأبي؟ لا ولا مرة. خاف. ياغي عم بيصور بكاميرته. شكرا ياغي بكل الشهر الفضيل اللي عم نعزبك معنا. المشاهدين ببيوتهم ما بيشوفوا هالمشاهد، يعني كيف ضيوفنا عم بيكتبوا او عم بيملوا هالوصايا، ولكن التاريخ لو سمحتي نانسي، ولكن بنهايه الشهر الفضيل رح تشوفوا اليوم 18/10/2006. لا 19 لا 18 مش ناسي ابدا انا انه 18، يعني سالتك وتجعت فات انه 18 كنت ناطره التاريخ مناطره يعني 10/2006. المفروض تاريخ 18 بس يقطع الساعة 12 بصير 19، بس هي حلقة 18. لا شنطة عم بمضي. اوكي. والدك كاتب وصية نانسي؟ لا بكير بعد عليك. الله يطول بعمره. الله يطول بعمره اكيد، بس اذا الواحد كتب بسيط مش ضروري انه خلص. وين رح تكوني بعيد الفطر؟ بعيد الفطر رح كون بمينا السلام بدبي. بدبي ثالث يوم العيد. ثالث يوم العيد؟ ثالث يوم العيد يا الثاني. ثالث يوم العيد. بثالث يوم العيد، وبرابع يوم العيد رح كون بشرم الشيخ اذا الله راد. بس خليني ذكرنا اذا جيجي عم يسمعنا ثاني او ثالث ايام العيد. اي نهار، نهار الثلاثة ولا الأربعة؟ ب 25 ثالث يوم العيد بدبي. ايه وبعدين؟ بعدين بشرم برابع يوم العيد. بس بدك تاخذي شو بيقولوا اجراءات امنيه صارمه بشرم الشيخ من هلا ورايح. ليه؟ على قصه السرقه يلي صارت هون. مصر كفت ووفت بهالموضوع، يعني الامن هنيك دغري لقطون. دغري لقطون للي سرقوا لك مجوهراتك. نانسي عجرم هو. تفضلي معي. بصمتك باليمين. شيء الخاطر؟ ايه مفترض. اقل شيء يعني. شو هم ساقعة كثير. ساقعة؟ فل. تفضل. ثانك يو. شو مثل قلبه ولا هيك؟ شفتي؟ شوف. ليك هون شو مثل عين كمان.
انا بعد شوي عندنا ست اسئله توجه لوين؟ على الهوا نحن بعرف بعد بالقلب لحظه وامضي هون وبعد الفصل رح نكون بوجها لوجه او قلبا لقلب مع نانسي عجرم. هذه الفقرة الأخيرة نانسي، في عندك ست أسئلة راح أطرحها عليك وتجاوبي أنت قدر المستطاع بإيجاز. خليني أقول أنه بفقرة الباقات يلي وصلتك، وصلتك باقة كمان من مجلة سوا أيضا من رئيس التحرير وإدارة التحرير وكل الزملاء، باقة لإلك باقة لإلي، فأنا بدي أشكرهم كمان. أول سؤال إذا تزوجتي بال 2007 سمي ثلاث نجوم راح يغنوا بعرسك. أكيد أول شيء خيي نبيل عجرم. أكيد هذا يعني خيي غير الثلاثة. خيك غير الثلاثة. رغب عليمي، شيرين عبد الوهاب، وجو أشقر لأنه جوه حلو. جو أشقر بحب له صوته كمان، جوه كتير حلو. يعني شو بال 2007 رح تدعيني؟ يلي سميت لك يوم ثلاث نجوم سميلي رح يكونوا موجودين بس ما يغنوا، مهم وجودهم، غنوا وين ما غنوا. يعني هيك ما فيني جاوبك لانه انا بده يكون عزمتهم كلهم. يعني بدهم يكونوا اكثر من ثلاثه، بدهم يكونوا كثار، ما في سمي بس ثلاثه. يعني بدي اعزم انا فنانين كثير. السؤال الثاني شخص مش رح تعزميه على العرس وهو مستقتل تيكون. شخص مش رح تعزميه على العرس هو مستقتل تيكون. شفهيا؟ ايه فينا اكتب على ورقة اسمه؟ ايه فينا نجيب ورقة لو سمحتوا. روك ورقة وقلم لو سمحتوا. ليه بدك تكتبي اسمه؟ إيه رح يضل سر؟ حب اكتب قليلة. رح يجيبوا لك ورقة وقلم. وصل. تفضل تفضل. شخص حابب كثير يجي على عرسك. قهرني من اول حلقة. ليكي عزمتيني مش عزمتيني رايح اذا كتبتي اسمي. ثالث سؤال سميلي ثلاث فنانات من اللي بيحبوكي من اللي ما بيحبوكي بس بيتابعوكي على طول. آه
في كثير بحبوني وفي كثير ما بحبوني. في ما بحبوكي؟ أكيد في بحبوني وفي لا. ما بعرف صراحة مين بحبني ومين لا، ما في سمي. ما بعرفهم. بس في سمي غنى اسم اثنين ثلاثة. ما بدك؟ لا ما بدي سمي. أبدا؟ ولا حدا؟ ولا حدا. السؤال الرابع. على سيرة السيدة فيروز بتقول وينن؟ سميلي ثلاث فنانات اليوم تسألي وينن؟ سوزان تميم، ألين خلف، منى مرعشلي. سوزان تميم وألين خلف ومنى مرعشلي تسألي وينن؟ لمين بتسمعين أغنية منهم؟ سوزان، ألين ولا منى مرعشلي؟ منى مرعشلي. سألتي كل مسافر، هيك مقطع صغير منها. تفضلي. سألت كل مسافر، سألت عن حبيبي، قالوا لي حبيبي سافر سافر، يا شمس عمري غيبي، يا شمس عمري غيبي، غيبي، يا شمس عمري غيبي. هذه الأغنية من ألحان نور الملاح لمنى مرعشلي. السؤال الخامس. عندك 4 سنين نجومية، هالنجومية بتساوي 8 سنين نجومية عند مين و 12 سنة نجومية عند مين؟ أنت عندك 4 سنين نجومية بتساوي عند غيرك 8 سنين من هو أو هي من الفنانين أو الفنانات، 12 سنة عند مين؟ يعني ما في أقارن نجوميتي بنجومية حدا ولا حتى بالسنين، بس يعني كل يلي بتمنيه إنه استمر باللي أنا فيه، وأكيد أول شيء أبقى باللي أنا فيه واستمر وثبت هالاستمرارية، يعني ثبت هالنجاح. هذا اللي السؤال. نانسي عجرة مين بينهيك؟ أنا نانسي عجرة. تنهي حالك؟ في حال ما حدا بينهي نانسي عجرة إلا نانسي عجرة. طب أنت غنيتي اليوم لكل الأغاني، كل الأغاني. أنا ما غنيتي لي ولا غنية، مشاكو ماكو غنيتي لي قبل سنتين غنيتي لي. كل الأغاني لك؟ لا شي هيك غنية لألي خاصة. غنية حلوة يعني، إذا بدك بسمي لي كلامين، بس إنه غنية حلوة. تغني لك شيء. شو؟ شيء حلو؟ شيء خليجي مصري لبناني. هلا بتعرف بس شيء علموني أنا وصغيرة وبعدني لهلا حافظته وبحب هالغنية. فتوم فتوم فتوم. كرم كرم كرم. بتعرفيها؟ بالأرمني. يلا. جد تعرفيها؟ اسمع هلا. يلا. هلا صلح لي اذا غلط، بس ما غلط لانه حافظتها من انا وصغيره. كل شيء الواحد بيحفظه من هو صغير ما بينسي ابدا. بينسي ابدا. زي ما انت. لا واطيه شوي. كارون كارون كاروني، سيرون سيرون سيروني، اتكو سف سيفات شرو بيار جانيس تو ايرومي، چلی زونه ریه بدات سیمیاره ایساش خره. لا چلی زونه ریه بدات سیمیاره ارسوگ نرو بلاستره سف سیفات چره ایساش خره شد فوش پنه هرانار ازومه یه هرانه لومورانار من قلبی ولا
فطم 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 خبيني ببيت المولى. شكرا نانسي عجرم، خلصت الأسئلة. ألف عافية، تفضلي معي. لحظة لا توقف. وقفت. شكرا نانسي. ميرسي إلك.